بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات علم الخلية والوراثة الجزيئية. بنتكلم النهاردة عن الفيديو ده أو تبسيط العلوم، المحاضرة الصغيرة أو الفيديو الصغير ده، بنتكلم على دورة الخلية، دورة وانقسامات الخلية، أنواع الانقسامات، وبنتكلم على دورة الخلية بكل بساطة بتبسيط. أولا إحنا اتكلمنا قبل كده وعرفنا إن في نوعين من الانقسامات بتحصل في الكائن الحي، أي كائن حي، الانقسامات ميتوزي وانقسام مايوزي. لو إحنا خدنا بنتكلم على النبات او الانسان او الحيوان، لو واحد اصيب في ايديه جرح مثلا على سبيل المثال، او لما بيجي يقص شعره او بيقص ظوافره او الى اخره، او الطفل اللي هو بينمو، ده كل خلاياه هو بيكبر نتيجه زياده عدد الخلايا. عدد الخلايا بيزيد نتيجه الانقسام الميتوزي اللي بيحصل فين؟ في كل خلايا الكائن الحي اهو. يعني لو ده النبات بيحصل في الجذر والساق والاوراق وكله كله كله، حتى في اجزاء الزهره برضه المختلفه بيحصل انقسام ميتوزي. عشان كده الزهره بتكبر، الورقه بتكبر، الفروع بتتكون، الجذر بيكبر، كل ده انقسامات ميتوزيه. لو ورقه اتقطعت او جزء حصل جرح ويبتدي يلم مره تانية او بيكون نسيج، ده انقسام ميتوزي. طيب يتبقى عندنا الانقسام الميوزي او الاختزالي. يبقى اذا النمو او الانقسام الميتوزي بيحصل عشان ايه؟ بيحصل عشان يزود النمو او يعوض ما يتلف من خلايا. بيحصل فين؟ في كل خلايا الكائن. طب والانقسام الميوزي في الانسان والحيوان معروف بيحصل، مثلا في الانسان بيحصل في الخصيتين او في المبيض في المراه، ونفس الشيء بالنسبه للحيوان. طب بالنسبه للنبات مكان التكاثر فين الجنسي؟ الزهره. اهي مكان التكاثر الجنسي اهو اللي هو الزهره. لو هنيجي نكبرها كده شويه، ادي الزهره بالشكل ده يا جماعه الخير. اهي ادي العنق بتاع الزهره، طبعا الزهره دي ملفوفه وواقعه لتحت او متجهه لتحت، خلاص ما فيش اي مشكله. المهم اللي يهمني في الموضوع ده كله، ادي عندي مبيض اهو وجواه بويضات، اقدر اكبر الجزء ده؟ ايوه ادي البويضات اللي جوه اهي. دي البويضات اللي جوه المبيض. طيب وفين حبوب اللقاح؟ حبوب اللقاح في واقع منها حبوب اللقاح موجوده هنا، لكن موجود مكانها فين؟ في الموتوك هنا اهو، في المتاسف في الموتوك اللي هو الانفر موجود فيه حبوب اللقاح، في بعضها مفتوح وواقع هنا اهو. طيب ايه علاقه ده بقى؟ الزهره دي كلها زي الخلايا بتاعتها زيها زي بقيه الساق او الجذر بتاع النبات، عدا الجزء بتاع المبيض اللي هيكون هنا البويضات او الجو هيكون حبوب اللقاح. يحصل فيهم دول انقسام ميوزي يعني اختزالي. ليه؟ عشان لو كان الكائن ده 2N 2N، يبقى لازم البويضات دي هتكون ايه؟ تمام N، وحبوب اللقاح كمان اللي جواها النواه اللي جواها هتكون N. طبعا ده تبسيط زياده، لان البويضات دي بيبقى ليها انويه جوه بطريقه معينه، هنا بيسموه دبل فيرتلايزيشن او اللي هو التزاوج الاخصاب المزدوج، وحبوب اللقاح او حبه اللقاح فيها نواتين الى اخره، يعني ايه جزء معقد شويه. لكن اللي يهمنا هنا نوع التكاثر، الانقسام اللي بيحصل في حبوب اللقاح عشان تتكون بيكون ايه؟ ميوزي. ونفس الشيء بالنسبه للبويضات. طب نشوف مع بعض بقى. طيب هي الخليه لما بتنقسم، خصوصا في الميتوزي، الخليه لما بتنقسم الخليه هتنقسم تدي خليتين. طب وهترجع تنقسم مره ثانيه ولا تريح شويه؟ اكيد هتريح شويه. يعني ايه تريح شويه؟ يعني ما يحصلش فيها حاجه؟ هنشوف مع بعض. اللي بيحصل يا جماعه الخير، لو انا بدات هنا ادي الانقسام الميتوزي اهو. الانقسام الميتوزي اللي هو الجزء ده. خلاص؟ اهو اللي هو الجزء ده. ده الانقسام الميتوزي. بيحصل فيه ايه؟ بيحصل انقسام النواه اللي هو بيشمل انهي جزء؟ اللي هو بيشمل الجزء الاربع انقسامات دول، الانقسام النووي اللي هو ده بيشمل اربع خطوات، اللي هو الطول التمهيدي، الطول الاستوائي والانفصالي والنهائي، وده احنا اتكلمنا فيه عنه قبل كده. لكن النواه انقسمت نواتين، لسه الخليه ما انقسمتش. لما يحصل انقسام سيتوبلازمي تبقى الخليه الواحده. يعني لو انا بادئ بخليه بالشكل ده كده، بنتهي عندي هنا بخليتين بالمنظر ده. يبقى الخليه الواحده بقت ايه؟ خليتين. طبعا لو انا قفلت ده هنا عملتها اي لون اهو، هنخليها احمر زي ما هي،
بالشكل ده، نفس الشيء هنا اهو، بقت الخلية خليتين بالشكل ده. يبقى الخلية بقت خليتين. طب هيرجعوا ينقسموا مرة تانية؟ لا، امال ايه اللي يحصل؟ يحصل فترة سكون، يعني ما بين الانقسام ده من اول هنا لغاية هنا اهو، من اول هنا لغاية هنا، ده الانقسام الميتوزي اللي هو انقسام النمو السيتوبلازم. بتاخد فترة راحة وبعدين ترجع مرة ثانية، اللي هي فترة راحة اللي تاخد قد ايه؟ اللي هي من اول هنا وترجع وتلف الدايرة دي مرة ثانية، دي بيسموها الطور البيني، بيسموها الطور البيني اللي هو بين الانقسام الاولاني والانقسام لما يجي يتكرر مرة ثانية. بيحصل ايه في الطور البيني ده؟ بيحصل ثلاث خطوات. المرحلة الاولانية او جاب 1 اللي هي جي 1 بيحصل تضاعف لكل مكونات الخلية بس عدا الكروموسومات. كل حاجة تزيد في العدد، ليه؟ لأنها هتنقسم على اتنين. المرحلة التانية الاس اللي هي السينثيسيس أو تضاعف أو تصنيع الدي الكروموسومات، بتتضاعف هنا بقى في المرة التانية عشان يبقى كل حاجة متضاعفة جوه الخلية، عشان لما نقسمها على خليتين يبقى كل العدد مظبوط. المرحلة الأخيرة بقى بعد ما بيزيد مكونات الخلية وعدد الكروموسومات يحصل عملية تشيك أو تدقيق عمليتين الحقيقة، عمليتين في الجاب 2 لإصلاح أي خطأ، يعني عشان يتأكدوا إن الكروموسومات دي اتنقلت أو اتنسخت أو اتضاعفت مظبوط، ما يبقاش فيها أي إيرور، وده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده كله بيتم خلاص. أمال ليه سميناها فترة سكون أو خمول أو سكوت؟ عشان بنفوض الاسم الصحيح بتاعها فترة عدم انقسام، لكن بنسميها سكون، ودي بيسموها طور بيني. ليه؟ لأنها ما بين انقسامين، يعني الانقسام ده انقسمت خلاص، عبال تنقسم دي مرة تانية لازم تمر بهذا المرحلة أو بهذه المرحلة. عشان إيه؟ عشان تبتدي تكون، تعمل إيه؟ عشان تعمل تضاعف المكونات الخلية وتضاعف الكروموسومات، ثم تعمل عملية التدقيق اللي إحنا متعودين عليها أو اتكلمنا عليها قبل كده. طيب يحصل بعد كده بقى، إحنا عايزين نقارن ما بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي. بنقول إن مكان حدوث الانقسام الميتوزي جميع اعضاء الانسجه الجسديه والجنسيه كمان. ايوه، ما مثلا الزهره وهي صغيره هتكبر تنقسم ميتوزي، المبيض وهو صغير في 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 الحيوان وهو صغير او الانسان وهو صغير هيكبر يبقى ده ميتوزي. لكن انقسام الميتوزي بيحصل في الاعضاء الجنسيه فقط، اللي هو سواء الخصيتين او المبيض في الرجل او المراه في الانسان او الحيوان، او الطلع والمتاع في النبات. طيب سبب حدوث الانقسام الميتوزي حاجتين: زيادة عدد الخلايا زي ما هنشوف اهو، زيادة عدد الخلايا ادي واحد، وتعويض ما يتلف من خلايا. يبقى فيه سببين، يبقى فيه سببين. طيب هنا مفيش غير هدف واحد، تكوين الامشاج المذكرة والمؤنثة. وقت الحدوث بيحصل امتى الانقسام الميتوزي؟ بصوره مستمره طوال حياه الكائن، او عند حدوث اصابه لما واحد بيجرح ايده او يقص ضوافره وتبتدي تنقسم الخلايا عشان تكون ضفر جديد، او الشعر يطول، او اذا كان الجلد اتقطع نتيجه اي شيء بيبتدي يلحم مره ثانيه نتيجه تكون خلايا جديده. طيب اما الانقسام الميوزي بقى بيحصل امتى؟ لما بيجي نكون اللوحات المذكره والمؤنثه، اللي هي الامشاج المذكره ان والامشاج المؤنثه، غالبا بتكون البويضات. طب هنا ناتج الانقسام الميتوزي بينتوي عنه ان الخليه بعد الانقسام بتدي خليتين ومالهم متطابقتين مع الخليه الاصليه. طب وفي الانقسام الميوزي؟ لا، دي بتدي اربعه، والخليه هنا اسمها امشاج، سواء كانت الاربعه دول مذكره او مؤنثه، وكل واحده بيبقى فيها مجموعه واحده من الكروموسومات، يعني نصف العدد الاساسي بتاع الخليه. عدد مراحل الانقسام بتبقى ايه؟ أربع مراحل هنا نووية بتوع النواة، بيتبعها انقسام سيتوبلازم. طب وهنا؟ لا، 8 بقى، بيحصل إيه؟ بيحصل 4 اللي هو الانقسام النووي، وبعدين انقسام سيتوبلازمي، وبعدين 4، وبعدين انقسام سيتوبلازم. خلاص؟ طيب تضاعف مادة الوراثة هنا يحدث بالطور التمهيدي، هنا يحدث بالطور التمهيدي الأول والثاني. تقارب الكروموسومات لما يقربوا الكروموسومات اللي هم متماثلين بيقربوا، هنا ما بيحصلش، انما هنا يحصل في الطور التمهيدي الاول. تبادل ماده الوراثه هنا ما بيحصلش، هنا يحصل الكروسنج اوفر او العبور في التمهيدي الاول. اختزال لعدد الكروموسومات لما تيجي تنقسم الخليه اثنين، هنا لا يحدث اختزال، تفضل زي ما هي، انما هنا بيحدث اختزال في انقسام الميوزي الاول. ترتيب الكروموسومات في الطور الاستوائي، هنا الطور الاستوائي بيصطفوا في صف واحد، هنا تصطف في صفين امتى؟ في الاستواء الاول،
وبتصطف في صف واحد في الاستواء الثاني. طبعا الميوزي والميتوزي ليهم فيديو خاص مستقل يعني. الخيوط المغزليه، كل كروموسوم بيرتبط او السنترومير بتاع الكروموسوم بيرتبط في الطول الاستوائي بخيطين، واحد من كل طرف. اما في الحاله الثانيه لا، كل سنترومير بخيط مغزلي واحد فقط من احد الطرفين. يبقى دول الفروق الرئيسيه، دي الفروق الرئيسيه ما بين مين؟ ما بين الانقسام الميوزي والميتوزي اللي هو ده. ادي الانقسام الميتوزي اهو، ده هيبقى لي فيديو مستقل، وبيتبعه الانقسام الميوزي اللي هو بالشكل ده. ونلتقي على خير في فيديو قادم ان شاء الله، لكن اهم حاجة عندنا كان موضوع دورة الخلية. وان كنت وفقت فمن الله، وان كنت اخطأت او نسيت فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واترككم في رعاية الله وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.